أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وأبدأها بالعناوين. تدمير البنى التحتية السورية مقترح تركي تقابله دمشق بتعزيزات عسكرية إلى الشمال. احتجاجات الأردن، السلطات تعتقل العشرات والملك يحذر من المساس بالأمن. الدفاع الروسية تعلن استهداف أنظمة قيادة للقوات الأوكرانية والقضاء على عشرات الجنود. تناقلت مواقع إعلامية تسريبات حول مقترح تركي لم يلقى أي انتباه من الأطراف الإقليمية. أنقرة اشترطت الحصول على حصة من نفط الشمال والشرق السوري مقابل التخلي عن العدوان على سوريا. بالمقابل يبدو أن عجز تركيا عن تنفيذ العدوان مرده إلى تعزيز دمشق لقدراتها العسكرية. اختلاف مصالح الاحتلالين الأمريكي والتركي على حضورهما في الشمال السوري يظهر أطماعهما في البلاد وممارساتهما التي تنعكس على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، ويظهر ذلك من خلال مجاهرة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأن الولايات المتحدة تسيطر على النفط، لكن قصد من تسرقها في إشارة إلى رغبته بالحصول على هذا النفط ومشاركة الأمريكيين فيه. وما يكشف عن هذا التوجه التسريبات الإعلامية عن الاشتراطات التركية بالحصول على حصة من نفط الشمال والشرق السوري مقابل التخلي عن فكرة شن هجوم بري على مدن وبلدات الشريط الحدودي. لذلك تعمد الاحتلال التركي قصف المنشآت النفطية والغازية خلال ما أسماها عملية المخلب السيف الجوية لتحقيق هدفين: الأول تدمير مزيد من البنى التحتية السورية، والثاني التعبير عن جديته في محاولته تجفيف موارد قسد الاقتصادية ورغبته في وراثتها في السيطرة على منابع النفط والغاز. إذن الصراع على النفط السوري بات علنيا في وقت يعاني السوريون الأمرين نتيجة النقص الحاد في المشتقات النفطية، والذي ينعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة، وزاد عليها الحصار الاقتصادي والفساد. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. قصفت قوات النظام التركي والفصائل الإرهابية المسلحة الموالية لها بالمدفعية الثقيلة مواقع ضمن مناطق سيطرة قسد بريف الحسكة، حيث تركز القصف على قرى الكزلية، تل اللبن، طويلة بريف تل تمر شمالي الحسكة. يأتي ذلك تزامنا مع تواصل حالة من الهدوء الحذر ضمن جميع مناطق شمال وشرق سوريا، حيث انخفضت بشكل كبير حدة الاستهدافات والقصف البري التركي على مناطق وأرياف حلب والرقة والحسكة، باستثناء بعض القذائف بشكل متقطع على محاور التماس. رد الجيش العربي السوري على خروقات جبهة النصرة وحلفائها في منطقة خفض التصعيد، فيما أفادت وسائل إعلام تتبع للمجموعات الإرهابية أن إرهابيي لواء سعد بن أبي وقاص التابعة لهيئة تحرير الشام قد نفذوا عملية انغماسية استهدفت موقعا عسكريا سوريا على محور بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي. الجيش صد الهجوم حسب مصادر ميدانية وهي مصادر غير رسمية، ودكوا مواقع للنصرة في محور كفر عمة بريف حلب الغربي، ووردت أنباء عن مقتل عدد من الإرهابيين على محور كبانة بريف اللاذقية. أصيب عشرات الفلسطينيين في الساعات الماضية أحدهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من بينهم أطفال من قرية فقوعة شمال شرقي جنين.
واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منازل المستوطنين في قريتي مادما وبورين جنوبي نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة فلسطيني ونجله بالرصاص. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا منازل المواطنين وحطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم. دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة وأراضي 48 إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدءا من يوم الأحد لإفشال مخططات المستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة له. وحذرت الهيئة في بيان صحفي من اقتحامات غير مسبوقة للمسجد دعت لها جماعات يهودية على رأسها جماعات التطرف المتطرف الصهيوني بن غفير لمناسبة ما سمي بعيد الأنوار اليهودي، والذي يبدأ يوم الأحد ويستمر حتى 26 من الجاري. وقالت إن هذه الجماعات بدأت منذ الأسبوع الماضي بالتحضير لهذه الاقتحامات والترويج لها من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق تدعو فيها صراحة إلى إدخال الشمعدان وإضاءته داخل المسجد الأقصى. أوقفت سلطات الأمن الأردنية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في أعمال شغب اندلعت خلال احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، بينما اعتبر الملك عبد الله الثاني أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن، فيما أعلنت مديرية الأمن العام تعاملها مع أحداث شغب في عدد من المناطق وإلقاءها القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، إضافة إلى من ألقي القبض عليهم في أيام سابقة. منعطف جديد يعتبر الأخطر في احتجاجات الأردن، مقتل ضابط برتبة عقيد في الأمن العام، أحداث شغب تلتها أجواء هادئة لا تعني انتهاء الاحتجاجات التي تشدد السلطات على أحقيتها طالما بقيت بعيدا عن العنف، عنف تطور مع أحراق مؤسسات حكومية وخاصة ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن العام التي عملت على فتح الطرق الرئيسية وتفريق المتظاهرين. مدينة الحسينية جنوب العاصمة عمان التي شهدت كسائر المدن الأردنية احتجاجات شعبية على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، توحدت المطالب واختلف المشهد وإن كانت نهايته مأساوية مع مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح بطلقة في الرأس، حادثة اضطر معها الملك الأردني لتقديم واجب العزاء بالعقيد المقتول في معان حيث مسقط رأسه، مؤكدا على إنفاذ القانون والتعامل بحزم أمام كل من يحمل السلاح بوجه الدولة. راح يكون في إجراءات قريبة في هذه المناطق، لكن هذه الإجراءات هي فقط موجهة لمن يستخدم العنف، وهي فقط موجهة لمن يخرب ويدمر الممتلكات العامة والخاصة. تستمر المطالب بوتيرة هادئة وسط إضراب للشاحنات متواصل منذ أكثر من 10 أيام، وخلاف بين البرلمان وحكومة مثقلة بالمطالب أهمها تخفيض أسعار المشتقات النفطية ومواطنون غاضبون جراء قراراتها التعسفية. ما زلنا إحنا نتعامل مع هذه الحالة ولن نألو جهداً أن نضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والنظام العام. وما بين عدم قدرة المواطن تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية وتأكيد الحكومة عدم قدرتها على دعم المحروقات، يشدد طرفا المعادلة رفضهما أعمال العنف والتخريب، وأن الجهة التي لجأت إلى استخدام السلاح للقتل أضعفت جبهة المطالبين بحلول للأزمة الاقتصادية القاسية والتي يمر بها الأردنيون وليس أصحاب الشاحنات وحسب. شهدت تونس عملية التصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان القادم من بين 1058 مترشحا، ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 9 ملايين ناخب.
ولدواع أمنية تقرر استثناء بعض الدوائر ببعض المراكز الانتخابية بكل من محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة وجندوبة والكاف بتوقيت خاص خلال العملية الانتخابية، إذ فتحت بعض هذه المراكز أبوابها من الساعة 9 صباحا لتغلق الساعة 4 مساء، كما أخذت الهيئة قرارا استثنائيا بالتمديد في ساعات الاقتراع إلى 8 مساء في دوائر جربة وجرجيس. يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، فلا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الروسية استهدفت أنظمة القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة في أوكرانيا بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وقضت على عشرات الجنود الأوكرانيين. وجاء في بيان الوزارة أنه نتيجة للضربات المكثفة تعطل نقل الأسلحة والذخائر أجنبية الصنع، وتم منع تقدم الاحتياطات إلى مناطق القتال وتعطيل مؤسسات الدفاع الأوكرانية، كما توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة. وأفاد البيان بأنه تم استخدام مورد كبير من الذخيرة الأوكرانية على أهداف وهمية وأفخاخ أطلقتها القوات الروسية خاصة لهذا الغرض، كما تم كشف مواقع العدو وتدمير 4 محطات رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية في محيط منطقتي دنبرو بيتروفسك وزابوروجيا. اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أعمال القيادة المشتركة لصنوف القوات المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا. بالمقابل أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بالقوات الصاروخية الاستراتيجية ودورها في الردع النووي لضمان أمن البلاد. وبالتوازي لا يزال الغرب يقدم توقعاته بأن النزاع قد يمتد لفترات طويلة. تصعيد بهذه المفردة يجد الغرب نفسه يدفع بالملف الأوكراني إلى ما لا يمكن أن يجد الروس فيه مكانا للحوار. الأمين العام لحلف الناتو يقدم تصوره بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة، وأن موسكو تخطط لحرب طويلة الأمد ولكنها ستنتهي على طاولة المفاوضات. يجب أن لا نستهين بروسيا، إنها تخطط لحرب طويلة، ويجب أن نفهم أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لخوض هذه الحرب لفترة طويلة وشن هجمات جديدة. يجب على بوتين أن يجلس ويتفاوض بحسن نية. تصريحات لا تجعل متلقيها يقف عندها. ولإكمال ما بدأه، أطلع رئيس الكرملين على أعمال القيادة المشتركة لصنوف القوات المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا. المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف قال أن بوتين وخلال وجوده في مقر قيادة القوات أعرب عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط في إطار العملية العسكرية الخاصة. سنستمع اليوم للقادة العاملين في كل الاتجاهات العملياتية، وأود الاستماع لمقترحاتكم بخصوص الإجراءات اللازمة خلال الفترة القريبة وعلى المدى المتوسط. في غضون ذلك تواصل موسكو نقل وجهة نظرها للمجتمع الدولي لتحفيزه على اتخاذ خطوات
تمنع ما تصفه سلوك كييف غير المسؤول وإبلاغ الأطراف الدولية لا سيما الغربية مخاوفها حيال ما تنتجه المراحل القادمة. ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دانيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، ذكر أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم منطقة بوديونوفسك بصواريخ جراد. ونقلت سبوتنيك عن المكتب التمثيلي لدانيتسك قوله في قناته على تيليجرام إن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ جراد BM-21 نحو بلدة تونينكو بمنطقة بوديونوفسك بمدينة دانيتسك، وكان قد قتل في وقت سابق شخصان وأصيب 13 بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقتي فوروشيلوفسكي وبيتروفسكي في جمهورية دانيتسك الشعبية. اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عناصر خلية قامت بعمليات تخريبية أثناء أحداث الشغب التي شهدتها منطقة فرديس قرب مدينة كرج غربي طهران، كما ضبطت كمية من الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف في سيارة كانت تستخدمها عناصر الخلية. من جانب ثان، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته مدينة نهبندان التابعة لمحافظة خراسان أن الشعب الإيراني جعل العدو عاجزا عن تحقيق ما يريد وعرقل مؤامراته. الشعب الإيراني جعل العدو عاجزا عن تحقيق ما يريد وعرقل تنفيذ مؤامراته. العدو في الفتنة الأخيرة كان مخطئا في حساباته كما في السابق، إذ اعتقد أن إيران وشعبها مثل البلدان الأخرى التي يمكن خداعها بالشعارات الكاذبة. الشعب يعرف عدوه بشكل جيد. أفريقيا التي تعيش فوق الكنوز، شعبها يعيش في الفقر. الولايات المتحدة والغرب تركوا أيضا نحو 35,000 طفل عليل في أفغانستان. هل ما تفعلونه بالشعب الفلسطيني ينسجم مع حقوق الإنسان؟ ماذا فعلتم بالأطفال والنساء في اليمن؟ هل تريدون تعليمنا الحياة عبر هذا الظلم؟ زعم ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن احتمال نشوب صراع عسكري حول تايوان يزداد في العشر سنوات المقبلة. وفيما اعتبرت الخارجية الروسية أن التصريحات العدائية للولايات المتحدة تجاه روسيا والصين تظهر عجزها عن الحوار المتكافئ والمنافسة الشريفة، أقرت حكومة اليابان وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة التي تعتبر الصين تحديا استراتيجيا وروسيا مصدر قلق للأمن القومي. لم تهدأ التصعيدات والتهديدات بين بكين وجمع خصومها تايبيه وطوكيو وواشنطن. جزيرة تايوان تتحول إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين بكين وواشنطن، فيما تجد الاستخبارات الأمريكية أن العقد القادم سيكون ثقيلاً على جزيرتها الساعية للاستقلال. في السنوات المقبلة من العقد الحالي يزداد خطر نشوب صراع عسكري حول تايوان. نحن على دراية برغبة بكين في السيطرة الكاملة على الجزيرة، فرغم أن الرئيس الصيني أصر علناً أن تفضيله للقيام بتوحد الصيني وتايوان هو عن طريق عدم استخدام القوة، لكننا نعلم أنه أمر قيادته بالاستعداد بحلول 2027 لشن حرب. طوكيو متوجسة من التهديدات التي تشكلها جارتها بكين التي وصفتها بالتحدي الاستراتيجي غير المسبوق للأمن القومي الياباني، لتكشف عن سياسة دفاعية غير مسبوقة تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين. إن طوكيو تتجاهل الحقائق وتخرج عن التفاهمات المشتركة بين الصين واليابان والتزاماتها بالعلاقات الثنائية. رد واضح من بكين على خطة طوكيو بتطوير سياستها الدفاعية، تلك الخطوة التي لاقت ترحيبا من واشنطن التي اعتبرت العقيدة العسكرية الجديدة لليابان تعني تغيرا واضحا في سياستها وخطوة جريئة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون قال إن واشنطن تدعم قرار اليابان في اكتساب قدرات جديدة تعزز الردع الإقليمي بما في ذلك الضربات المضادة، وواشنطن ملتزمة بالعمل مع اليابان
لدعم الأهداف المنصوص عليها في استراتيجيات البلدين، فأي رد ستقدمه بكين التي أرسلت سفنها عبر مضائق قرب اليابان؟ مع التقدم في العمر تصبح المنطقة أسفل العين جوفاء وداكنة، ما يجعل المرء يبدو أكبر سناً. ولهذا فإن ملايين الأشخاص حول العالم يقبلون على حقن الفيلر، لكن من الضروري أن يكون الشخص على دراية كافية بطبيعة مضاعفات الفيلر. مختصر للتخلص من التجاعيد، تشوقاً لرؤية الوجه شاباً وناضراً لمرة أخرى، لكن ذلك لن يتعدى 6 أشهر، ومهما بلغت نسبة تقبل الجسم فإن هذا الإجراء ليس خالياً من المضاعفات. مع مداهمة الشيخوخة وتهالك الجلد بفقر الكولاجين، ملايين الأشخاص حول العالم يقبلون على حقن الفيلر، فهي باتت حقنة تتمتع بشهرة لا رادع لها لإعادة الامتلاء للوجه، ابتداءً من الخطوط الدقيقة جداً لأعمق التجاعيد على الأنف وحواف الشفاه. لكن حشو منطقة العين أو غيرها بتلك المادة ليس بالفكرة الجيدة كما تظهر، لأن هذا التورم الخفيف الذي يحدث دائما بعد كل حقنة سيتحول حتما مرة بعد المرة إلى انتفاخ وتكتلات لتصبح مشكلة دائمة، وعندها الفيلر لا يمكنه إنقاذ تلك المشكلة. وإدخال هذه المادة للأوعية الدموية سيعيق تدفق الدم إلى الدماغ والأنسجة المحيطة بالعين، مما ينبئ بموت الأنسجة أو فقدان البصر وأحياناً للسكتة الدماغية. من الضروري أن يكون المرء على دراية بطبيعة هذا العلاج الذي بات بمضاعفاته بمستوى الوباء، لأن من غير الممكن أبداً عكس النتائج إن لم تلقى استحسانه. وفي الختام أعود وأذكر بعناوين الأخبار. تدمير البنى التحتية السورية مقترح تركي تقابله دمشق بتعزيزات عسكرية إلى الشمال. احتجاجات الأردن، السلطات تعتقل العشرات والملك يحذر من المساس بالأمن. الدفاع الروسية تعلن استهداف أنظمة قيادة للقوات الأوكرانية وتعلن القضاء على عشرات الجنود. إلى اللقاء.